ألقاها الملك محمد السادس مساء أمس الثلاثاء خطابا بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، وتقاسم قناعته بضرورة الاستفادة من دروس وتجارب الماضي ورفض كل أنواع الابتزاز أو الاتجار بقضية الوحدة الترابية للمملكة. ووقف عند الانشقاق في جسم الفضاء المغاربي، موضحا أن واقع العلاقات بين المغرب والجزائر غير طبيعي وغير مقبول، وقال: يشهد الله أنني طالبت منذ توليت العرش بصدق وحسن نية بفتح الحدود بين البلدين، وأبدى استعداد المغرب للحوار مع الجزائر من أجل تخطي الخلافات التي تعرقل تطور العلاقات بين البلدين.